مرحبا، بدنا نشرح في هذا الفيديو عن استخدام الهولتر من نوع ايدان اللي هو مبين عندنا هون في الصورة. عندنا في مستشفى ابن سينا 3 ريكوردرات منه، وفي له اللابتوب وفي معه الكوابل وفي معه الفلاشة. الآن بنبدأ من الهولتر نفسه. لما بدنا نيجي نعطيه للمريض، طبعا أول إشي بنحط بطارية جديدة زي ما بنعرف، و بنشبك كابل اليو اس بي في الكمبيوتر وبنشبك في الهولتر. المفروض يشتغل، هاي اشتغل. نيجي على سوفت وير الهولتر، نكون طبعا حاطين الفلاش في اللابتوب. استنى شوي بشتغل. تمام، نيجي من نكبس هون على ريجستر، دخل معلومات المريض، تيست، ادهم، اي دي إلى آخره. نيجي بكبس على register. بكبس على register. The recorder is registered. You can put out the SD card. خلص الـ SD card ما فيش إشي، يعني هاي خلص نعمل OK. هيك الـ recorder بيكون جاهز. هاي أنا لسه شابكه في اللابتوب، بفكه من اللابتوب. وباجي بشبك البيشنت كيبل. طبعا هو بحكي لي هون، بيكتب لي انه انسيرت، بليز انسيرت بيشنت كيبل. بكون مجهز المريض وحاط الليدات على صدر المريض، وهون باجي بعمل ستارت. لما كبست ستارت بفرجيني الليدز، بمشي بين الليدز بتأكد انه كل السيجنال طالعة، فرضا كل شي تمام، بكبس على ام، بقول لي ستارت ريكوردينج، بودي الاحمر على يس وبقول له يس. هيك حذف الداتا القديمة اللي على الريكوردر، وهيك بلش يسجل. تمام، ومنعطيه للمريض وخلص وكل شي تمام. لما يرجع الريكوردر، في عندي حالتين لما يرجع، اما بيرجع والبطارية تمام شغالة فيش فيها مشاكل، كفت الوقت كامل. طبعا في عندي هون اشارة للبطارية، اول ما اركبها بنتبه انها فل، وبتكون البطاريات من النوع المليح مش النوع الاسود التجاري، ضروري جدا مشان ما يطفيش الهولتر والمريض مش منتبه ونغلب المريض على الفاضي ونعيد الشغل. المهم، فلما يرجع المريض اما بكون الوقت مخلص اللي انا بدي اياه، يوم او يومين او ثلاث، او بيكون الوقت مش مخلص. في كلتا الحالتين خلص انا باخذ الريكوردر بفكه عن المريض، وباجي بفك الكيبل هاب وبشبكه في اللابتوب، كيبل اللابتوب. هو تلقائيا خلص بوقف الريكوردر وبحكي لي انه completed connecting to PC. باجي بفتح على السوفت وير، هو شغال تحت اصلا، وباجي بكبس على سكان. هون طلعت لي كل معلومات المريض اللي انا كنت مدخلها. هلا بتاكد انه هذا المريض هو نفسه اللي رجع لي اياها، وكله كل شيء تمام. هي هون كاتب لي find recorder and data in path E. خلص اوكي، بعمل next step، بعمل analyze، بقول له هي هون analyze. خلص وهيك بكون سحبت الداتا من الريكوردر. وهي هون لما اسكر الشاشة هذيك بتأكد هون انه وصل نهاية تيست ادهم. recording time 31:03 على الساعة 1:04. هيك بكون انا خلص تمام، ركبت الهولتر وسحبت الداتا عنه وسيفتها على اللابتوب. خلص هيك انا جاهز، بكون في السليم.